ملعقة كبيرة بهارات مشكلة، ثلاث حبات ثوم، نصف حبة فلفل، نصف حبة ملفوف صغيرة، 2 ملاعق كبيرة زيت، وملعقة كبيرة من خل التفاح. آخذ الملفوف أقسمه إلى نصفين، ثم أقطعه إلى شرائح صغيرة. بعد أن انتهيت من تقطيع الملفوف إلى شرائح رفيعة، أقطع الفلفل الأحمر إلى شرائح رفيعة. سوف أقوم بنفس العملية مع التوم. بعد أن صارت السلطة جاهزة، أضيف إليها البهارات المشكلة وخل التفاح والزيت، ثم أحركها جيدا بواسطة يدي لأنها أفضل من الملعقة عشان أتحكم في التحريك. بعد أن صارت السلطة جاهزة، أغطيها بنايلون ثم أضعها في الثلاجة وأتركها لمدة 3 ساعات إلى 4 ساعات على الأقل. بعد ذلك تقدم مع الأطباق الرئيسية أو الوجبات الرئيسية.